بعد وصول المعلومات الاستخباراتية للقيادة، تعلن الجزائر وللمرة الأخيرة: إذا لم تتوقف الأشغال فسيتم قصف المكان بصواريخ إسكندر. هل تشعر الجزائر بأن هذا يهدد أمنها الداخلي؟ وكيف لا؟ هذه أول مرة مسؤول إسرائيلي يهدد دولة عربية من على أرض دولة عربية أخرى، هذه لأول مرة. ماذا لو اندلعت حرب بين الجزائر والمغرب وبتدخل مباشر من إسرائيل؟ كيف ستكون الأحداث؟ قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. صدر في فرنسا كتاب ألفته الباحثة ألكسندرا سافيانا، يقدم دراسة وتأويلا للتحديات التي سيواجهها الأمن القومي لهذا البلد الأوروبي في عالم متغير بسرعة كبيرة، ومن ضمن الطروحات الواردة فيه فرضية اندلاع حرب بين المغرب والجزائر التي ستضع باريس في وضع لا تحسد عليه. ونحن هنا سنبني إحدى الفرضيات الحقيقية المتوقعة مستقبلاً والمنتظرة أيضاً في حال تهور المغرب مع إسرائيل وردة فعل الجزائر. تبدأ القصة افتراضاً بالإعلان عن اتفاق إسرائيلي مغربي على إنشاء قاعدة عسكرية على الحدود بينها وبين الجزائر في منطقة فكيك، رغم أن المغرب يقول إنه مجرد اتفاق من أجل التعاون والأبحاث، إلا أن الجزائر اعتبرته تهديداً صريحاً لأمنها القومي. بعد ذلك تعلن الجزائر أنها لن تسمح أبداً باقتراب الإسرائيليين من حدودها، وتقوم بحالة استنفار قصوى وتجند أقوى قواتها على الحدود، وتنشر منظوماتها الصاروخية على هذا الامتداد. ترد عليها المغرب بأن هذا الشأن هو قرار سيادي ولا يمكن للجزائر التدخل فيه، فترد الجزائر مرة أخرى بتهديد صريح: أنتم تلعبون بالنار. تجاهلت المغرب تهديدات الجزائر ومرت الأيام، وها هي تبدأ الأشغال لإنشاء هذه القاعدة بدعم أمريكي وتحفظات إسبانية وقلق فرنسي من الغضب الجزائري، لأنه كما هو معروف إذا اندلعت حرب بين المغرب والجزائر فإن أوروبا ستصلها شرارة هذه الحرب، خصوصاً فرنسا، بل إن باريس ستنقلب رأساً على عقب، خصوصاً باندلاع حرب شبه أهلية بين المهاجرين المغاربة والجزائريين في أوروبا الذين يصل عددهم بالملايين، وكذلك دون أن ننسى منظومات صواريخ الجزائر التي يصل مداها إلى عواصم أوروبا. فكما هو معروف هناك بعض العواصم تدعم المغرب سراً والجزائر عليمة بذلك. أما مساعدة المخزن في الاستيبارية هذا شيء نعرفينه من زمان، احنا ما حتى الحكم ذاتها فكرة فرنسوية ماهيش فكرة مغربية. بعد وصول المعلومات الاستخباراتية للقيادة، تعلن الجزائر وللمرة الأخيرة: إذا لم تتوقف الأشغال فسيتم قصف المكان بصواريخ إسكندر. وهنا يحدث الارتجاج في أوساط المجتمع المغربي بين مؤيد ومعارض للفكرة. الكل يعرف قدرات الجزائر العسكرية، ولكن عند هذه النقطة تتدخل أمريكا وتصرح بضرورة ضبط النفس وعدم التسرع في اتخاذ قرار قد يشعل حرباً واسعة المدى، وهو ما اعتبرته الجزائر تهديداً غير مباشر كون أمريكا تدعم إسرائيل والمغرب. وهنا يتدخل بوتين ويقول: نحن مع حلفائنا، وإذا تدخلت أمريكا فإننا لن نسكت أيضاً. وهكذا يطرح الكتاب فرضية اندلاع الحرب بقيام الجيش الجزائري باختراق سريع وخاطف في الحدود الثنائية والدخول إلى منطقة فكيكة، وهي أراض مغربية ممتدة مثل الجسر، ويتطور الأمر إلى مواجهات على الحدود لا تحسم لأي طرف مع خسائر ملحوظة في المعدات المغربية. ثم تقول الكاتبة: هناك فرضية بقيام جناح من الجيش الجزائري بضرب الجنوب الفرنسي بصاروخ إسكندر اعتقاداً منه بدعم باريس للرباط، وهذا أمر مستبعد وعدم فهم من الكاتبة، لأن الجزائر لن تقدم على هذه الخطوة حماية لرعاياها المتواجدين بالملايين في الجنوب الفرنسي. وتستعرض الكاتبة الموقف الحرج لفرنسا لسببين: الأول وهو تاريخها الاستعماري في شمال إفريقيا،
الذي لن يجعلها مقبولة كوسيط بين البلدين، وهو ما سيدفعها إلى الاستعانة بكل من روما ومدريد والاتحاد الأوروبي، ثم اندلاع مواجهات بين المهاجرين المغاربة والجزائريين في مختلف مدن فرنسا. والمثير وفق الكتاب هو صمود الجيش المغربي في مواجهة التفوق الجزائري. هنا تأتي الحرب النفسية لإعادة حشد المعنويات للشعب المغربي وكسب تأييده لهذه الحرب، ويقولون الجزائر لن تقدر علينا رغم تفوقها العسكري. ولكن ما لا يعرفه المغرب ربما هو دهاء القادة الجزائريين وخبرتهم الطويلة والمكتسبة. إسرائيل لديها سابقة مع مكر ودهاء الجزائريين في حرب أكتوبر، وهم لن ينسوا هذا طوال حياتهم. وهنا تقوم إسرائيل بتحذير المغرب: كونوا يقظين، فالجزائريون غير متوقعين في الحرب ومخادعين في أساليبهم. طبعاً دور إسرائيل هنا لن يكون بجيشها ولا بأسلحتها، بل سيكون تقنياً واستخباراتياً. راه جميع أنا نقول لكم هذه الأيام راني كرعش من شي مؤشرات، وخاصة من اللي كيكمل عليا هي المؤشرات بأنه يراد إشعال حرب خرقاء حمقاء لها أول وليس لها نهاية بين المغرب والجزائر. حرب واللي وراء هذا الشيء إسرائيل، فرنسا، أمريكا والإمارات. المغرب هو بحاجة إلى سلاح دفاعي متطور تكنولوجي حديث، وأعتقد بأنه تم اختيار إسرائيل كمورد لهذا السلاح مع كل التحفظات الإسرائيلية بالنسبة لمستوى وأنواع السلاح الذي باستطاعت إسرائيل بيعه في هذه الظروف الإقليمية والسياسية. أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة محتملة للمغرب تبلغ قيمتها نحو 774 مليون دولار. تشمل الصفقة أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس والعتاد أيضا بقيمة 524 مليون دولار، بجانب أسلحة مواجهة دقيقة بقيمة 250 مليون دولار. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك أن من شأن البيع المقترح أن يحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.